بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. في هذا اليوم المبارك، العيد السعيد، أعاده الله علينا بكل خير وأمن واستقرار. طبعاً أريد أن أحدثكم عن شيء مهم جداً، بالذات أهلنا في اليمن وغيرها من الدول التي بلي شعبها بتناول القات. وأريد الآن أن أحدثكم كيف بإمكانك أن تتناول القات بإذن الله وتحمي كبدك وتحمي جسمك من السرطان. فالقات يعني ليس هناك اختلاف، القات متفق عليه بأنه المسرطن رقم واحد في اليمن، المسرطن رقم واحد كل أنواع السرطانات، تمام؟ كل أنواع السرطانات ابتداء بسرطان الفم، بسرطان الفم بكل أجزائه، الشفاء، اللسان، الحنك، البلعوم، كل أجزاء الجهاز الهضمي وكل أجزاء الجسم، لأنه أنت تأخذ سموم. القات كما نعرف يرش بسموم، هذه السموم محرمة دوليا، حتى السماد المستخدم في القات يعني سماد مهرب، سماد سم زعاف قاتل. وطبعا يعني نحن نعرف أن الذي يأكل القات بالذات في اليمن لن يستطيع أن يستغني عن القات، لأنه كل كلام وكل أي شخص مثلا يحاول أنه يقول لليمنيين توقفوا عن القات، لن يتوقفوا عن القات، لنكن واقعيين. طيب، لن أقول لكم توقفوا عن القات، فالقات هو يعني أفضل من المخدرات الأخرى والحشيش والأدوية المخدرة، وأفضل من الخمور، وأفضل من، ولكن إيش المشكلة في القات؟ المشكلة في القات هو السم الذي يرش به القات. إذن بإمكانك أن تتناول القات، ولكن يجب أن تتخلص من السم. كيف تتخلص من السم؟ شائع في اليمن وفي غيرها من الدول الذين يتناولون القات، بأنه اغسل القات بالماء والملح. يعني هذا المعتقد يعني وهذا السلوك خاطئ جدا جدا جدا. يعني السموم الموجودة المرش بها القات، عندما تغسل القات بالملح يحدث هناك تفاعلات كيميائية وتنتج مواد مسرطنة، بالإضافة لسرطان يعني الأثر المسرطن للسم نفسه. فلا تتوقع أنه الملح سيذهب أو سيبطل السم. الذي يجب عليك أن تفعله أن تأتي بماء دافئ، وتأتي بصابون، وتغسل القات بالماء والصابون. هذا هو الحل الوحيد بإذن الله للتخلص من السموم التي يرش بها القات. كم من نساء مبتليات بسرطانات لا حصر لها، كم من رجال. طيب، أنا يعني هذه الرسالة أردت إيصالها، وبعد ذلك أنت حر، كل شخص حر، ولكن يجب أن تكون يعني على قدر قرارك. بعدها لن ينفع الندم، هذا سرطان، بعدها لن ينفع الندم. عندما يصيب السرطان لسانك وتقطع لسانك، بعدها لا تشتكي. عندما يعني السرطان يصيب معدتك وتؤخذ معدتك، لا تشتكي. عندما يصيب السرطان مريئك ويؤخذ مريئك، لا تشتكي. عندما يصيب السرطان أمعائك، لا تشتكي. عندما يصيب السرطان كبدك، لا تشتكي. كن قويا على قدر قرارك، على قدر قرارك بأنك لن تتوقف عن القات. أوكي، تمام، أنت أصبحت مدمنا، لكن يعني إضافة إلى يعني تماديك في عدم الاهتمام بصحتك والانتباه لها،
لا تريد أن تخارب القات بالماء والصابون، ربما أدى الصابون إلى تخريب طعم القات الذي تعودت عليه، أو بالأحرى تخريب طعم السموم التي قد تعودت عليها. أنا عملت هذه الفيديوهات بناء على رغبة بعض المتابعين الذين يريدون أن يستفيدوا والذين يريدون أن يصلوا إلى حل. فإن شاء الله بإذن الله يكون هناك أثر إيجابي من هذه الفيديوهات التي تعرف بأمراض الكبد، ولن يعني يكون هناك تعريف بأمراض الكبد بدون ما أعرفكم بالتأثير السمي للقات. القات لن يليف الكبد فقط، القات سيؤدي إلى تليف الكبد، وسيؤدي إلى سرطان الكبد، وسيؤدي إلى سرطان جميع الأعضاء، وسيؤدي إلى الأمراض المناعة الذاتية، لأنه أنت تدخل سموم الجسم لا يستطيع تحملها. هذه هي الطريقة التي أردت أن أخبركم بها، طريقة غسل القات، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. أنا دكتورة سوسن ناجي التميمي، أتمنى من الله العلي القدير أن يهدينا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وفي أمان الله.